موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الشرطة العسكرية الروسية وعناصر الفيلق الخامس ينسحبون من درعا البلد بعد ساعات على دخولهم للإشراف على انسحاب قوات النظام من محيط مدينة درعا. مقتل مدنيا وإصابة آخرين إثر إطلاق قوات النظام وميليشياته النار على الأهالي المحتشدين عند حاجز السرايا في درعا البلد تزامنا مع سقوط قذائف هاون على أحياء درعا البلد المحاصرة. الأمم المتحدة تعلن عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص من مدينة درعا إلى محيطها خلال شهر تقريبا نتيجة التصعيد العسكري الذي تشنه قوات النظام على أحياء درعا البلد. وزارة الصحة في حكومة النظام تعلن تسجيل وفاة 4 أشخاص وإصابة 112 شخصا بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي المعلن عنه في مناطق النظام إلى 27115 إصابة. وزارة الموارد المائية العراقية تعلن عن التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي مع سوريا وتركيا لمناقشة تنظيم ملف المياه. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن تحذر اللاجئين السوريين من عمليات الاحتيال والنصب والمعلومات المضللة حول توزيع المساعدات الإنسانية في الأردن.